لم يكن أحد من أبناء الشعب الفلسطيني ولا القيادة الفلسطينية لا يريدها ولا ينتظرها ولم يكن مستعدا لها. يجب أن نعترف بهذه الحقيقة. لم يكن يريدها، لم يكن أحد يريدها ولا ينتظرها، ينتظرها لم يكن أحد مستعدا لها. ده بالنسبة لسبعة أكتوبر. لسبعة أكتوبر يعني جاءت على جهل من الجميع وعلى غير هوى من الجميع. بالضبط، ولا أنا غلطان؟ بالضبط بالضبط. لم يكن أحد من الشعب الفلسطيني وبالذات بالذات أهل قطاع غزة لم يكونوا يريدون لهذه الحرب أن تندلع ببساطة شديدة، لأنهم يعرفون أن الثمن الذي سيدفعونه في هذه الحرب سيكون ثمنا باهظا، وهذا هو ما حدث. في ظل ظروف احنا غير مستعدين فيها للحرب، في ظل ظروف انه احنا شعب مدني اعزل ليس له مقومات عسكرية بالمعنى التقليدي بالمعنى الحقيقي للمقاوم العسكري، لا في ملاجئ للمدنيين، لا في غطاء جوي يحمي المواطن، لا في جيش حقيقي بالمعنى الوطني يحمي المواطن، فضلا عن أن قرار الحرب ليس قرارا عبثيا وليس قرارا اعتباطيا وليس قرار نابع من فورة حماس وانفعال. الحرب ليست لعبة، الحرب يعني دم وقتل وموت ودمار. القرار بإشعال حرب يجب أن يصدر بعد دراسة، بعد تخطيط، بعد اتخاذ قرار وطني. تقصد وطني يعني قرار جامع؟ لا، قرار تمثله القيادة الوطنية. أعطيك مثال. تفضل. نحن في بلد مثل مصر، أكبر بلد عربي، أقوى جيش عربي، هل قرار الحرب قرار متروك للشارع المصري؟ لا، قرار دولة. قرار دولة. أيوة، قرار قيادة. أيوة، لأن قرارات الحرب ليست عبثية ولا هزوية، ليست عبثية، مش اعتباطية. أيوة، مش على مزاج حد. إذا بدنا نأخذ على مزاج الشارع، والله يمكن الشارع المصري على سبيل المثال أو أي شارع عربي بده حرب الصبح، بده حرب كل يوم. لكن تقدير حسابات المقدمات، الظروف، الإمكانات والمآلات والنتائج مهم جدا. المآلات والنتائج هذا هو الأهم. آه، المآلات والنتائج هذه خاضعة لحسابات قيادة، لحسابات ناس خبراء، ناس مختصين. إذا كان الله تبارك وتعالى أمر المسلمين جميعا والمؤمنين جميعا بأنه حتى في الأمور البسيطة يسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي كل ميدان له أهل الذكر الخاص به. في الميدان العسكري ما ينفعش واحد زي يجي يفتي في الميدان العسكري، أنا مش مختص. في الطب ينفع أنا أروح أعمل عملية جراحية؟ لا طبعا. ينفع أبني عمارة؟ لا طبعا. ينفع أبني كبري؟ طيب، ينفع مهندس مختص بالهندسة فقط يفتي في الصلاة والصيام وأمور الدين مثلا؟ لا طبعا. إذن كل فن، كل ميدان له مختصوه وله أهله. طيب، أهل الذكر في الميدان السياسي والقيادة مين؟ مش الدولة؟ رئيس الجمهورية، قيادة رئيس الدولة، الحكومة. أيوة، البرلمان. مزبوط. وما إلى ذلك.